<applause> قام سعادة الفريق أول تان سري رجا محمد فني بن رجا محمد نور القائد العام للقوات المسلحة الماليزية بزيارة لسلاح البحرية الملكية البحريني حيث كان في استقباله اللواء الركن البحري الشيخ خليفة بن عبد الله ال خليفة قائد سلاح البحرية الملكية البحريني وعدد من ضباط قوات دفاع البحرين وبعد استعراض طابور حرس الشرف استمع سعاده القائد العام للقوات المسلحه الماليزيه الى إجاز عن تنظيم وواجبات سلاح البحريه الملكيه البحريني ومراحل تشكيله وتطوره ومنظومات الاسلحه العامله فيه حضر الزياره اللواء ركن بحري محمد هاشم الساده مدير التعاون العسكري وعدد من كبار ضباط قوات دفاع البحرين